السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي المشهد بتاعنا عايزين نضيف عليه مؤثر حلو كده. طيب، فممكن اجي هنا اقول له انا عايز جاد ريز او اشعة الشمس بتبقى بالشكل دوت، ممكن تتحكم فيها بالشكل دوت، ممكن تتحكم في الطول بتاعها وهكذا، تقدر تتحكم فيها. الجميل بقى ان انت ممكن تتحكم فيها بحيث انها تبقى مختلفة في اول فيديو عن اخر فيديو. انا ممكن تيجي هنا تقول له ايه كرييت كي فريم، فخلاص هو عمل النقطة دي دخل فيها المعلومات بتاعتها. تمام، ممكن تقول له انا عايز اتحكم فيها برضو كده بالشكل دوت هنا، وبعد كده ممكن مثلا تيجي هنا ويتعدل فيها برضو. يبقى ده في الكي فريم دوت، ده في الكي فريم الأخير، ده في الكي فريم اللي قبليه واللي قبليه. فلما تيجي تشوف الفيديو فبيدي شكل حلو قوي للفيديو لما يتحرك.